علامات غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم. كنت منه يوم جمعة مبارك يا رب للجميع ولكل أوفياء ماد غاديو. موعد جديد للأسف هي آخر حلقاتنا في هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة كيف ما عودناكم. طبعا كل يوم ثلاثاء ويوم جمعة فصبحنا كيكون معطر رفقة ضيفنا الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير ومرحبا بك معنا الدكتور رمضاني. صباح النور، تحية حارة ومعطرة لجميع المستمعات والمستمعين. يا ربي إن شاء الله هذا ما كنت منه. ككل يوم جمعة عودنا المستمعين الكرام أنه مواضيعنا كتكون عندها علاقة بالزيوت الأساسية. اليوم غادي نتكلموا على زيت القرنفل. دكتور عبد الخالق رمضاني، كنعرفوا يمكن القرنفل كحبوب أو كحبات الاستعمالات ديالو كثيرة ومتعدة بطبيعة الحال، ولكن اليوم غادي نتكلموا على الزيت ديال القرنفل. فإلا بغينا نقربوا المستمعين الكرام من المكونات ديال هذا الزيت، علاش كيحتوي؟ واحد كنا تطرقنا واحد الحلقه وكنا هضرنا على عليه كعشبه، يعني الاستعمالات ديالو كعشبه، ولقينا بلا استنتجنا جميع لان الاستعمالات ديالو كثيره لا في الفم، وحنا كنعرفوا هاد لو تروبيزم، هاد الاستعمال، هاد لو تروبيزم سيكولوجيك، معناه ان واحد الناس كاملين كيسمعوا القرنفل كيفكروا غالبا في المشاكل ديال الفم، ديال اللثه، وديال الحريق ديال السنان والضرسه والسوسه ايتترا. وفعلا ملي كنجيو كنبحثوا في واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كيستعملوها الاخوان الاطباء ديال الاسنان، فكنلقاو فيهم واحد الماده اللي هي لوجينول. هذيك لوجينول هي واحد المكون اللي تم الاستخلاص ديالو من الزيت الاساسي ديال 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 القرنفل. وهذا الاستعمال هذا ما هو الا عبر السنوات كيزيد ياكد الفعاليه ديالو، كيزيد ياكد المنافع ديالو، وابحاث بعد ابحاث كيتبين لانه فعلا عنده انديكاسيون في هذا الاتجاه هذا. فكيف ما كنا ذكرنا ملي كنا تطرقنا هضرنا على العشبه وعلى المكونات ديالها، كنا ذكرنا على ان من بين لي زانيكدوت ديالها هو انه في وقت ديال الامبراطور، فاش كانت الامبراطوريه ديال الصين، كنا ذكرنا على ان ديك الحاشيه ولا ديك الزوار فاش كيجيو يشوفوا الامبراطور ضروري على انهم كيعطيوهم في الباب كيعطيوهم كلكو كلو، يعني واحد الوريدات ديال القرنفل كيمضغوهم ما بين السنان ديالهم. علاش؟ باش اللقاء ديالهم بالامبراطور، باش تكون ديك لالين، ديك الرائحه ديال الفم، باش تكون زكيه معطره بالرائحه ديال القرنفل وما يتشكاش الامبراطور بطبيعه الحال. وفعلا ملي هاد الزيت الاساسي ديال القرنفل اللي هو مستخلص من الكلو، من الورده ديالو ملي كتيبس كتولي فواحد الشكل ديال واحد المصيمرات كيكونوا قاصحين، دونك هذوك هما اللي دار لهم التقطار ديالهم. التقطار ديالهم كيدار باغ ديستيلاسيون، يعني بنفس الطريقه اللي كنا ذكرناها على واحد العدد كبير ديال الاوراد بالطبيعة، واللي الشكل ديالها كيشبه دوك القطارات ديال المزهر ديال الموارد اللي حنا كنعرفوهم. بيان سور مع احترام، كيف ما دائما هاد المساله اللي كنركز عليها، مع احترام الضغط والحراره. وهنا بالنسبه للاخوان المتخصصين في الميدان ديال لا ديستيلاسيون راه عارفيني علاش كنهضر. اذا باش تكون واحد، باش يكون مكونات اللي كاينه في هذا الزيت الاساسي نخرجوا منها هذيك المكونات اللي حنا كنقلبوا عليها، وبواحد النسبه اللي هي مهمه. ذكرنا لوجينول اللي هو من بين اهم المكونات اللي كاينه ديال هذا الزيت الاساسي. بطبيعه الحال فيه مكونات اخرى اللي غادي نطرقوا لها. هذا لوجينول من بين الحوايج اللي معروفين عليه على انه مضاد انتيسيبتيك، مضاد حيوي، اللي هو فعلا فعال يعني حتى السبيكتر ديالو، بمعنى المجال ديال الفعاليه ديالو فيما يخص البكتيريات وواحد العدد كبير ديال الجرثومات فهو كبير بزاف. وهذا الشيء علاش احنا كما كنعرفوا الفم فهو مسكن ديال واحد العدد كبير مختلف، واحد الانواع مختلفه ديال الجرثومات. فلوجينول كيبقى يعني او الزيت الاساسي ديال لوجينيا كاريوفيلوس اللي هو الاسم ديالها العلمي، كذلك عندها الاسم ديالها سيجيزيوم اروماتيكوم، هادو جوج الاسماء علميه ديالها. فالاستعمال ديالو هنا في الفم كيبقى وارد لمحاربه جميع المشاكل اللي كتكون عند في اللثه في الفم. وملي كنهضروا على اللثه والفم فكنهضروا على الكاري والحريق ديالها. اذا هنايا كذلك عنده واحد من بين المفعولات ديالو فهو مضاد للحريق،
اونتي انفلاماتوار يعني مضاد للالتهابات اللي كتكون موضعيه انستيزيون بمعنى انه نسبيا كيقدر يخدر واحد التخدير اللي هو موضعي وخفيف وهذه من بين الحوايج اللي حنا كنقلبوا عليها بيغيفيون بالنسبه للاستعمالات الخارجيه اللي كنا كنستعملوه في البشره ديالنا تونيفيون بمعنى انه كيحفزنا بمعنى انه كيفيقنا شويه خاصه بالنسبه للناس اللي كيعانوا من بعض الارتخاء ولا داكشي فكيبقى الاستعمالات ديال الزيت الاساسي ديال زيت القرنفل فكيبقى عندهم من بين الاختيارات اللي قدروا يستعملوها. وهنا كنبغي نفتح واحد القوسين بالنسبه للرياضيين فبالنسبة للرياضيين خاصة من بعد وحتى المحترفين فكاين بعض خاصة اللي كيكون خدام معهم يعني حيت دابا كاين كذلك هذا التوجه. نتمنى أن الفرق الرياضية كذلك نحن عندنا في المغرب شي شوية في هذا الاتجاه كذلك يعني كاين بعض الفرق الرياضية اللي كيكون معهم الناتيرو ثيرابوت بمعنى أنه معالج بالمواد الطبيعية. أشنو الدور دياله بالإضافة للمتخصص في التغذية متخصص في الطب الرياضي بطبيعة الحال أشنو الدور دياله؟ الدور دياله هو أنه كينفع كي مثلا بوغ ديك لي ماساج بوغ مثلا حيت المريض أو الرياضي من بعد الحصص الرياضية كيقدر كيعاني من واحد التعب واحد الإرهاق وكيبغي شي كيبغي يستعمل بعض يعني ماشي دي كريم ولا دي كريم علاش باش ولا دي زويل دو ماساج باش يرتاح شوية. من بين الزيوت الاساسيه اللي نقدر ننصحهم بها هو الزيت الاساسي ديال القرنفل فهو سي ان تري بون ديكونتراكتون يعني سي ان ويل اسونسييل وخاصه الا استعملناه كمساج وبيان سور مساج اللي كيديروا واحد انسان اللي عارف بطبيعه الحال كاين زيوت اساسيه اخرى اللي كتعطينا اختيارات اخرى. وهنا كذلك نبغي نشير لواحد النقطه اللي هي مهمه ففي بعض الاحيان مثلا بعض الرياضيين دائما في بدينا الميدان الرياضه نجيو نتكلموا فيه شويه الانسان الرياضي لا يكون محترف ولا يكون حتى هاوي يعني كيدارس كيدير الرياضه ليه الرسول باش المحافظه على الصحه نتاعو فكنلاحظوا بعض المرات كيقدر يوقع ليه شي مشكل في العضلات ديالو تمزق ولا شي حاجه هكا وخاصه احنا كيف ما كنعرفوا من يعني اول حاجه كتبدا فكيكون واحد الحريق وكيبدا واحد الالتهاب هذاك الالتهاب اللي كيكون فعلا في مصلحة ديال يعني غادي في لوسونس ديال ريباراسيون غادي في الاتجاه ديال الاصلاح اذا خاصنا نحافظوا عليه واحد كلكو جوغ واحد ليامات واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ على الاقل ان احنا نحترموا هذاك الالتهاب باش ينفعنا. ولكن المشكل اللي كيكون كذلك يكون شويه ديال الحرق هنا الزيوت الاساسيه كتبقى احسن اختيار يعني بحكم لانه منصوح عدم استعمال ديال واحد العدد كبير ديال العلاجات اللي هي مضاده للالتهاب الزيت الاساسي كتبقى احسن اختيار ومن بين الاختيارات اللي عندنا الزيت الاساسي ديال القرنفل. اذا في باش نعاودوا نرجعوا للاصل ديال الاستعمالات ديالو اللي هي الفم كيف ما ذكرت فهنايا نقدروا نصوبوا به دي بان دو بوش ولكن دي بان دو بوش ويلو معنى يكونوا فيهم واحد مكون زيتي زيت العود زيت الرقان ولا زيت اللي في المتناول ديالنا وكنديروا معاه واحد شويه ديال النقاط ديال الزيت الاساسي شويه ديال النقاط هي واحد 6 نقاط نحاولوا ما امكن باش ما نتفوتوهاش يعني القصه ديال النقاط كنقولوا انها مفرقه ماشي مره واحده. انا بالنسبه للزيت ديال القرنفل كنقدروا نمشيو حتى ل 12 نقطه في النهار الاستعمال ديالو الا كان غادي يكون واحد المده ديال 5 ايام ولا ديال السيمانه بدون اي تخوف مع مراعاه موانع الاستعمال اللي حنا اللي غادي نطرق لها من بعد. اذا وهذا كنستعملوا قدروا نديروا هذا الخليط اللي هو زيتي فيه زيت وفيه زيت نباتي وانويل فيجيتال اللي ذكرت فيه الزيت الاساسي اللي ذكرت ونقدروا نضيفوا لهم واحد شويه ديال الماء وكنحركوهم من قبل اي استعمال وكنديروا هذا البان دو بوش كنقدروا نديروا 3-4 مرات في النهار كنستعملوا في التشلال ديال الفم هنا المنفعه ديالو كذلك كتكون حتى الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال لي زافت بطبيعه الحال اللي خاص هنا ما نستثناوش الاهميه ديال التشخيص يعني هنا غير كتبقى مصاحبه للمشكل الصحي ولكن ما كنهضروش على علاج يعني على السبب ديال المشكل الا كانت كاغيره خاصها الدواء الا كان نقصان في الديني بريمون دونك راه خاصنا نديرو شويه ديال الثيرابي يعني فين ما كنداويو الخلل وكنتسناو نقلبوا على السبب من بعد.
كذلك من بين الحوايج اللي معروفين عليها لانه ايبوتونسور بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ارتفاع ديال الضغط الدموي، فهو كينقص شويه الضغط الدموي ولكن كيبقى دو، بمعنى ان احنا ما نتسناوش منه لانه كعلاج او لا كعلاج بين قوسين بديل لهذا المصطلح لان ما كيعجبنيش، كعلاج بديل لبعض العلاجات ديال الضغط الدموي، فهو كيبقى في المصاحبه كيبقى مزيان، ولكن الا كنا كناخذوا ادويه ما فيها باس ان احنا ماشي فيها باس ضروري ان احنا نشيروا الاستعمالات ديالو للمعالج ديالنا باش كنتفاداو ديك التفاعلات اللي كتكون بعض المرات ما بين داك الدواء اللي احنا كناخذوا والزيت اللي احنا غادي نستعمله، وكذلك نشيروا هذه الحاله ولا نقولوها للطبيب ديالنا مثلا اي زيت غادي نستعمله ونخبروا الطبيب بطبيعه الحال. موانع الاستعمال، قبل ما نهضر على موانع الاستعمال نشير على انه كاين بعض الحالات اللي تذكرت في التاريخ في يعني ولو انها قليله ديال الحساسيه من هذا الزيت الاساسي يعني ديزاليرجي. إذن احنا تفاديا لهاد الحاله هذه كان الاشاره اللي نشير وهذه مزيان ان احنا نديروها مع جميع الزيوت الاساسيه يعني قبل الاستعمال ديالهم يعني واحد 24 ساعه، هذه وقيلة مساله اللي ما عمرنا ما ذكرناها وقيلة سهوا. نديروا واحد نقيطة خفيفة منه نديرها في لوبلي دو كود مثلا في المرفق ديالنا غير نقيطة واحدة، وكنتسناو واحد 24 ساعة باش نشوفوا اشنا هي اشنو 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 دارت لنا، واش دارت لنا درنا ان اليرجي او باك على الاقل وخا كوتاني ديك الساعات فاش نقدروا نستعملوها. هاد الزيت الاساسي كنقدروا نستعملوها كذلك في الديفيزور يعني في ديك لاباري اللي كتدير لنا اللي كتبخر لنا الزيوت الاساسيه في البيت ديالنا، وبطبيعه الحال اللي كيكون سين ديفيزيون افخوا بمعنى ما كتكونش فيها العافيه كيف ما شي وحدين. موانع اللي كنا غنديرو في الديفيزور فهنايا كنصح على ان احنا دائما نديروه مع شي زيوت اساسيه اخرى اللي كدير في الديفيزور من قبيل الخزامه ولا من قبيل يعني راه الاختيارات الحمد لله عندنا كثيره. موانع الاستعمال اللي نبغيو نشيروا لها بعجاله فما كتختلفش بزاف على الاخرين، يعني اهم حاجه هي انه نصحوا عدم الاستعمال ديالو عند المراه الحامل وعند المراه المرضعه وعند الطفل اللي السن ديالو قل من 8 سنوات. نعم دونك الاستعمالات ديالو الا كنا غنمشيو في 12 نقطه فهنا من الاحسن ان احنا ما نفوتوش ديك الاستعمالات ديال 5 ايام، الا كنا غنستعملوا 6 نقاط فهنا نقدروا نمشيو 3 الاسابيع كاستعمال اقصى لهذا الزيت الاساسي قبل ما كنوليو في واحد ليفي اللي كيتسمى ليفي بلاطو، بمعنى حتى الفعاليه ديالو ما كتبقاش. نعم شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، غنرجع لك مازال باش نوصلوا دائما لقاءنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه على ماد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. بعد لحظات مرحبا بكل تساؤلاتكم عن طريق ارقامنا الهاتفيه اللي هي 0522 46 72 50 51 او 0522 43 00 09. وما تنساوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080، كيكفي انكم تقوموا بكتابه كلمه صحه S-A-H-A تخليوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. زيت القرنفل كنوع من الزيوت الأساسية كيحتوي على الكثير من المكونات اللي كتخليه كيلعب دور مضاد حيوي بحيث أنه كيحارب العديد من الجراثيم والميكروبات بحال اللي كتكون على مستوى اللثة والفم وحتى اللي في بعض الأحيان كتكون على مستوى الجلد أو البشرة. هذا بالإضافة إلى أن زيت القرنفل كيساعد الناس الممارسين للرياضة في حالات تمزق العضلات مثلا، كذلك يمكن زيت القرنفل أنه يكون زيت مصاحب للناس اللي عندهم مشاكل الضغط الدموي، ويمنع استعمال زيت القرنفل عند المرأة خلال فترة الحمل وكذلك فترة الرضاعة وعند الطفل أقل من 8 سنوات. ونصيحة مهمة جدا تعرفنا عليها اليوم مع ضيفنا الأخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هي خاصة باختبار الحساسية من أي أنواع ديال الزيوت الأساسية، كيف ما كان النوع ديال الزيت الأساسي اللي بغى
بغينا نستعمله، فكاين اختبار بسيط ممكن نعرفه من خلاله واش حنا عندنا حساسيه لهذا الزيت او لا. بحيث كناخذوا نقطه واحده ولا قطره واحده من هذا الزيت كنعملوه في الطيه ولا في التانيه اللي عندنا في المرفق ديالنا، وكنتسناو المده ديال 24 ساعه، وهكذا كنعرفوا واش حنا عندنا حساسيه من هذا الزيت او لا. فإلا كان حمرار وحكا في هذه المنطقه فهذا كيعني انه حنا عندنا حساسيه من هذا الزيت، ولذلك لازم اننا نتفاداو الاستعمال ديالو. وكانت هذه نصيحه اليوم. مرحبا بكل تساؤلاتكم مره اخرى، ارقامنا 0522 46 72 50 51 52، او 0522 43 00 09، والا عن طريق الرقم 5080. فقط ما تنساوش كتبوا في اول الرساله ديالكم كلمه صحه SAHA، خليوا فراغ وبعثوا بالسؤال ديالكم ان شاء الله باش نجاوبوا عليه رفقه ضيفنا اليوم الدكتور عبد الخالق الرمضاني. طيب نمشيو هذه المره باش نجاوبوا على الناس اللي كيسولوا على استعمال زيت القرنفل. دكتور عبد الخالق، في بعض الالام والاوجاع اللي كتكون على مستوى الجهاز الهضمي، واش بالفعل عنده فعاليه ولا لا؟ يعني استعمال خارجي كنتكلم على شكل مساج. هو 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 فعلا معروف من بين المسائل اللي احنا ما ذكرناهاش ربما في الحلقه ديالها اليوم، هو انه انتيسباسموديك، معنى مضاد للتشنجات. ولكن في هذا الميدان هذا يعني اعطينا اختيارات اخرى احسن منه. اعطينا مثلا الزيوت الاساسيه اللي تطرقنا لها، اعطينا الخزامى، اعطينا لوكاليبتوس، اعطينا لوتا، يعني وهادو. ودائما كنبغي واخا حنا كنهضروا في حلقه كنهضروا على الخزامى، فراد كنهضروا على الاسمن اسبيس بوتانيك، من نوع ديال الخزامى. فالاستعمالات هنا ديالو كيبقى وارد، ولكن كيف ما ذكرنا على أن أنا نفضل أن احنا نخليوه للمشاكل اللي خاصة المشاكل ديال الفم، ديال لي زابسيدونتير، المشاكل ديال اللثة ديال الفم والأسنان، وكذلك بعض الاستعمالات من قبيل مثلا المشاكل ديال العضلات اللي تطرقنا لها قبيلا. نعم. طيب معنا مستمعة كريمة سميرة من أكادير. سميرة كتقول عندي بنيتة في العمر ديالها 4 سنين، عندها مشكل ديال الحساسية اللي تطورات وصبحت ضيقة ولا رابو، لأنها كتستعمل دابا الرشاش البخاخ أو الرابوس كيف ما كنسميوه. فقالت أنه نصحتها صديقة أنها تستعمل لها الماء مع المشكل ديال الرابو، كتصاب بالبرد بزاف بالحالات ديال الزكام خصوصا في هذا الفصل. فنصحتها صديقة أنها تستعمل معلقة ديال زيت العود اللي تكون كبيرة وتكون طيبة فيها شوية ديال الخزامة، أو لا طيب فيها شوية ديال الفليوم مع الزعتر. فقالت أنا تخوفت من هذه الوصفة، واش بغيت واش نعملها ولا لا، فبغيت الاستشارة ديال الدكتور عبد الخالق الرمضاني وشحال الكمية اللي غنعمل، زيت العود مع الزعتر أو لا فليو اللي كيكونوا يعني متبوخين ولا غليانين في هذا الزيت العود وتعطيهم لبنيتها، واش ممكن ينفعوها في الحالة ديالها اللي هي حساسية تطورات وصبحت ضيقة؟ هنا فيما يخص المشاكل هكا ديال الحساسية، هنا كمصاحبة يعني باش بالنسبه للاخت، مش ماشي هذا ماشي علاج. فراه لا بريزون شارج ديال لونفون ديال ازماتيك خاصه في هذا السن، فانا كنصحها لانها دير واحد مجهود كبير، يعني تصاحب ما امكن المعالج نتاعها. علاش؟ لانه ربما كيقدر كتكون ان شاء الله واحد التحسن. ديجا من بين الحوايج المكتسبات اللي كنقلبوا عليها هو ان احنا اول حاجه نقصوا من لي كريز، يعني النوبات ديال النوبات، ونقصوا من الحده ديالهم. يعني كذلك هذه مسائل اللي هي مهمه. الا توصلنا بعدا كمرحله اولى لهذه المساله هذه، فرحنا في الطريق الصحيح. يعني هنا كتبقى كمصاحب، كتبقى اهميه ديال التغذيه. وربما وقيله بزاف المرات كنطرق للاهميه ديال لي زاليمون ايستامينو ليبيراتور، معنى لي زاليمون اللي كتكون من الاسباب ديالهم انهم كيطلقوا لنا المادة ديال الهيستامين. ونحاولوا في التغذية ديالنا بالعكس نمشيو ببعض المسائل اللي هي كتنقص لنا من الحدة ديال دي، حيت كاين دي برودوي اللي هما دي بلانت نيت اللي هما معروف عليهم على انهم اونتي هيستامينيك. ونذكر مثلا واحد القزبور ولا حتى المعدنوس، لانه معروف عليهم على انهم اونتي هيستامينيك، يعني بواحد يعني. وهذه تجارب اللي هي دارت في مختبرات واللي تبتت فعلا الفعاليه ديالهم في هذا الاتجاه. اذا مزيان ان احنا نفكروا
على الاقل ندخلوهم على الاقل في لي صالاد ديال 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 الاطفال اللي كيعانيوا من الحساسيه, او لا كنديروه لهم في الفوق بوغ اسيزوني الماكله نتاعهم وداك الشيء. سي تري بون, المذاق ديالها كيكون زوين كيعجب الاطفال. وكذلك هنا كتكون حتى المنفعه ديالهم. اما الاستعمالات ديال 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 الفليو ديال الزعتر, فهادو هادو كاعشاب طبيه ربما هادو علاش كتطرق الاخت. فهنا هادو كيف ما كنا ذكرنا في الحلقات ديالهم على انهم من بين المنافع ديالهم هما انهم اكسبكتورون تاع انهم كيخرجوا لنا كينقصوا لنا الكحبه, كيخرجوا كيخليوا الافرازات ديال القصبه الهوائيه, الافرازات ديال القصبه الهوائيه كنت نتخلصوا منها بكل سهوله. ولكن ما كيمنعهاش من المسائل الاخرى اللي ذكرنا. كذلك مزيان انها تفكر تضيف لها بعض الاستعمالات ديال جوج الزيوت الاساسيه اللي كتبقى مهمه. يعني ذكرت الزعتر يعني كيبقى مزيان, ونضيف ليه واحد شويه ديال لوكاليبتوس. يعني الاستعمالات الزيوت الاساسيه اللي ممتازه لها اللي في هذه الحاله هذه هي الزيت الاساسي ديال الازير. علاش؟ لانه ميكوليتيك. الزيت الاساسي ديال لوكاليبتوس لانه كيلعب واحد الدور ديال في لاديلاتاسيون دي بونش. وكذلك الزيت الاساسي ديال الزعتر. ولكن هنا المشكله اللي كتبقى هي انه خاص ضروري واحد الاستشهار, لانه حتى المده والكميه اللي غتستعملها كي خاصها تكون واحد الكميه اللي هي خصوصا انها بنيتها في العمر ديالها 4 سنين فقط. وهنا خاصه هذه, وهنايا كيف ما انا كنركز وكنعاود الأهمية ديال المتابعة ديال التغذية بطبيعة الحال, ديال المتابعة عن قرب من طرف المختص ديالها. لأنه العلاج ديالها خاصو مخصوش تحبسو. وهذا في مصلحة الطفلة. نعم, ولنجحنا في أننا يعني كيف ما شرتي الدكتور عبد الخالق رمضان نوقفوا النوبات ديال مرض الربو ولا الضيقة, لأن كنعرفوا الحدة ديالها خصوصا بالنسبة لوليد ولا بنيته اللي السن ديالو مازال صغير. فهنا راه كنكونوا على الأقل يعني واحد يعني الشوط قطعناه كبير بزاف. إلا درنا غير كمرحلة أولى غير نقصنا من لا فريكونس ديالهم. ما بقاوش الا كانوا كيجيو جوج مرات في الشهر الاولى وكيجيونا غير مره في الشهرين, رحنا درنا خطوه مزيانه. نعم, غادي ناخذ اول مكالمه معنا من مدينه مراكش. الهام على الخط, مرحبا بك الهام. مرحبا بكم حبيبه. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الهام, شكرا على هذا البرنامج. واش غادي نقول لك؟ الحمد لله اللي مدمنه على بيض راديو. الحمد لله, احلى ادمان. وي الحمد لله, زعما من الصباح حتى العشيه. بون, علاش؟ لانه في الحقيقه استفدت منها شيء الكثير. شحال حاجه ما عرفتهاش, وليت كنعطاها وليت كنبحث وكنقلب. الحمد لله الحمد لله. شكرا لك الهام, تفضلي. مرحبا. الله يخليك حبيبه اختي. الله يعطيك السر. بغيت نسول على زيت القرنفل. على حقاش سمعت الاستاذ عبد الخالق قال بانه نقدروا نستعملوا بعض القطرات نتاع زيت القرنفل بوغ لو بروبليم تاع لي بيرتونسيون. جو سي كو سي با ان تريتمون, مي غير عافاك كيفاش نديرها الطريقه. نعم, الطريقه. هذا اول سؤال. وثاني سؤال, الله يخليك, نحيد جي ان بتي غارسون كي ا 2 ans et demi و جوستومون عنده البروبليم, عنده اون سورت اليرجي. دابا شنو ملي كيكون البرد ولا شي شويش الغبره ولا شنو كيبقى يكحب؟ حنا اوبارافون اون كرويي كو سيتي اون تو لي عاديه, زعما كيبقى يكحب حيت البرد ولا هادي ولا هادي. من بعد اكتشفنا بانه حساسيه. اش من نوع ديال الحساسيه الهام؟ البرد كليماسيك, عنده بروبليم تاع الكليماسيك. ياك, ودابا من بحيد قلنا بوم مسكين عطيناه دي سيرو, ديما نقول لك شنو عطيناه وديك الشيء سولون لو ميدسان. وما بقاش من بعد منين كنا دينا لعند واحد الطبيب مختص في الحساسيه وداك الشيء, اتضح بانه مسكين عنده واحد النوع تاع الحساسيه, من بينها انه عنده بروبليم تاع الكليماسيك. دليل انه سي لو كونتخير. دابا حنا فاش كنمشيو شي بلاد فيها المدينه فيها البحر ولا شنو, ما تكونش عنده هذا البروبليم كاع. وانت كينوض دابا ملي كينوض الصباح كتكون عنده شي شويه, وفي العشيه عاود كيبقى يكحب. دابا الله يخليك, هاد زيت القرنفل كيفاش نستعملها له؟ سمعت انه نقدر ندخل نقيته في الماكله ديالو لي سالاد, واش هادي واش هادي ولا كومون؟ الله يعطيك الصحه. واضح الهام, وان شاء الله غادي نجاوبك على السؤال الاول وكذلك السؤال الثاني. شكرا لك, تواصلتي معنا من مدينه مراكش. نمشيو هاد النهار لمدينه اكادير, ومنال على الخط. مرحبا بك منال.
هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح خير لله. صباح النور. وكنشكروا ميد راديو على البرنامج. شكرا لك منال، مرحبا. صباح خير أستاذ رمضاني. صباح النور لنا. الله يخليك. عندي سؤال واحد. عندي واحد الوالدة مريضة بلا طونسيون، كتطلع عليها حتى 21 22 وما أكثر. وهي مرأة كبيرة شوية، وبغيت نسول كيفاش ممكن تستعملوا هاد الزيت تاع القرنفل، مع العلم بأنها كتتابع الدواء ديالها، كتاخذ الدواء ديالها دائما. نعم، واضح منال، شكرا لك، تحية لكل عفية. انا شكرا، بارك الله فيك. مدينة أكادير، شكرا. احنا راجعين دائما باش نوصلوا لقاءنا معكم عفية انا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، اكيد على الإذاعة القريبة منكم دائما ميد راديو. غادي نجاوبوا المستمعة الكريمة اللي كانت اول متصلة معنا اليوم، دكتور عبد الخالق رمضاني، اللي هي إلهام من مراكش. فإلهام في السؤال ديالها الاول غادي نجاوبوا كذلك منال من أكادير، اللي هو الاستعمال ديال نقط او لقطرات من زيت القرنفل بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الضغط الدموي، شنو الطريقة؟ هنا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة الضغط الدموي، فكيف ما كانت دائما كنفضل على أن الاستعمالات ديال بعض الأعشاب ديال بعض الزيوت الأساسية تقدر تكون كمصاحبة، ولكن كيف ما كنذكر بلا ما ننسى دائما الأهمية ديال التفاعلات مع بعض الأدوية اللي كتكون، بحال مثلا واحد العدد كبير منهم كيكون منهم واحد الإقبال مثلا على التوم، علما بأن التوم عنده واحد التفاعل مع واحد العدد كبير ديال زونتي بيرتونسوق، اللي هي العلاجات اللي كتستعمل عند الناس ديال اللي عندهم مشاكل ديال الضغط الدموي. وحنا كيف ما كنعرفوا وبلا ما كيخفى على حتى شي واحد، الخطوره ديال المضاعفات ديال الضغط الدموي الا كان ما كانش تحت علاج. فهنايا زيت الاساسي ديال القرنفل من الاحسن انه الا كان يستعمل واحد الوقت بعيد على الاستعمال ديال الادويه، يعني على الاقل واحد المده ديال 6 سوايع. الاستعمالات ديالو هنايا ربما هو عنده هذه الفعاليه هذه كوم ايبوتونسيغ، ولكن كاين بعض الزيوت الاساسيه اللي كتفوق عليه في بواحد الشكل كبير. مثلا بالنسبه للاخوان على حسب ما فهمت من الكلام ديالهم، على انهم الحمد لله غادي يعرفوا يقتنيوا بالاضافه الى الويل اسونسييل ديال لوجينيا كاريوفيلوس اللي هو ديال الكلودو جيروف اللي هو ديال القرنفل. كذلك مزيان ان حنا نفكروا نستعملوا الزيت الاساسي ديال كانونغا ودوغاتا اللي هي الايلانغيلانغ ورده الورود، اللي هو واحد الزيت الاساسي اللي متواجد في الرائحه ديالو زكيه بزاف، وكتخلي واحد الرائحه عطريه اللي ممتازه في البيت. ونقدروا تقدر تستعمل منه واحد 10 نقاط كخليط ديال هاد جوج الزيوت الاساسيه، يعني 5 نقاط 5 نقاط، وتستعملهم في لا ديفيزيون في البيت ديالها. فراه هادو كيكونوا كافيين باش كتكون واحد كنقسم وكيحس الانسان بواحد الحاله ديال الارتخاء. نعم، اذا كنوضعوهم في ديك الاله الخاصه اللي يعني هي عاده كتعطر الدار، يعني لما كنعملوا فيها دوك القطرات ديال الزيوت الاساسيه، وكذلك كتحافظ نوعا ما على المكونات ديالو بهذه الطريقه، فكنستافدوا منها. وي، لان هذوك لي ديفيزور ما كتلقوش لنا في الجو عر لي زاغوم، عر الروائح، بالعكس هما كتلقوا لنا حتى لي زاغوميت. اشنو هما لي زاغوميت؟ هما ديك المكونات لي بارتيكول اكتيف، عندك المكونات الفعالة ديال الذات ديالنا، يعني طب يعني كمثال نقدروا نستعملوها في ان ديفيزور، ونلقاو مكونات منها اللي كاينه عندنا في الذات ديالنا، حيت كيتم الامتصاص ديالها عبر البشره ديالنا. وذكرت 10 نقاط تقريبا لكل شخص، يعني فاش كناخذوا مثلا كنبغيو نستعملوا لا ديفيزيون، فراه كناخذوا بعين الاعتبار الحجره فين غادي نديروه ولا المكان فين غادي نديروه، كنديروا كناخذوا بعين الاعتبار كذلك العدد ديال الناس اللي كاينين، وكناخذوا كذلك واحد المساله اللي هي مهمه، واش كاين من بين هذوك الناس اللي حاضرين واش كاين شي واحد اللي ممنوع على انه يستعمل هذيك الزيت الاساسيه. ذكرنا قبل الاطفال، ذكرنا نساء الحوامل، كيف ما الام المرضعه إلهام فعندها مشكل ديال انها عندها الطفل ديال اللي عنده عامين ونص. فهنايا تستعمل هاد لا ديفيزيون واحد ساعتين ملي ما يكونش في الدار، او حتى اللي بغات تستعملو هو كاين من الاحسن يكون يعني سالا داك اللقاء اللي غادي يكون ما بينها وبينه. يعني عاد فاش تستعملوه هنا تقدر تستعملوه كمساج، يا يعني اما مساج في الصدر ديالها ولا حتى في البلكسي سولير، يعني تحت من في كما كنسميو حنا فم المعده. فهنا كذلك كيعطي ديك الحاله ديال الارتخاء، وكيهبط لنا بواحد الدرجه ولا جوج الضغط الدموي. نعم، بالنسبه للمشكل ديال الكحه عند الوليد، يعني بدرجه كتكون كبيره خصوصا في الصباح وفي العشيه، باش نقدروا نصحوا إلهام؟
هنايا وعنده نوع ديال الحساسيه قالت من الجو اللي كيكون جاف او ناشف، يعني بعكس لما كيكون في المدن الساحليه ما كيكونش مشكل. هنا في المصاحبه ديالهم كتكون بلوري ديسيبلينير. هنا ما كنفضل دائما في هذه الحالات ديال الاطفال خاصه اللي كيعانيوا من مشكل ديال الحساسيه، فمن بين الحوايج ما كنكتفيوش يعني. وللاسف حيت انا كنشوف للاسف حالات ديال عائلات اللي كيكون عندهم واحد الطفل اللي عنده مشكل بحال هذا انتو سباس موديك اللي حنا كنصنفوها من بين لازم هي نوع من الحساسيه، فلا بريزون شارج يعني كيمشيو كيتبعوا واحد الطبيب واحد المده. بطبيعه الحال هو صعيب باش يكون واحد التحسن اللي هو يا سبيكتاكولير بواحد المده ديال اسبوع ولا جوج اسابيع ولا شهر ولا شهرين. يعني هنا في هذه المتابعه هذيك خاص واحد المتابعه ديال الاقل كنضرب على سنوات. لان من بين الحوايج الاهداف اللي حنا كنسطروها هي على الاقل بعدا كمرحله اوليه ان حنا نقصوا من الحده ديال هذيك لي كريز ونقصوا من لا فريكونس ديال ديجا، هذا راه مكسب كبير. اذا هنا بطبيعه الحال نقدروا نشوفوا كمصاحبه. وهنا بالنسبه كيف ما ذكرت قبيله فكنبقى الاهميه ديال التغذيه ديال الطفل، يعني ربع المرات كتكون من بين المسببات كذلك. هنا مساله اللي هي ثابته والحمد لله دابا ولات كدير بعض التحاليل هنا حتى هنا في المغرب. يلاه دابا واحد للاسف يلاه واحد المختبر لجوج هما الاولى كيديروا ديال لي زاليرجي اليمونتير اللي كنعرفوا شنو هي المكونات اللي كتسبب لنا في الحساسيه واللي كتقدر تكون عندها علاقه حتى مع بعض لي زاليرجي بيلمونير. كذلك كاين الزاليمون اللي ذكرت انهم استامينو ليبراتور. هنايا الهام كنصحها لانها تشوف راه كاين دابا المواقع اللي كتطرق لهذه المكونات هذه، يعني الاغذيه اللي خاصها تفاداها ولا على الاقل تنقص منها بزاف. الزاليمون استامينو ليبراتور يعني تحاول تنقص منهم بواحد الكميه كثيره. وكزيوت اساسيه اللي كتمشي كمصاحبه اللي حنا ذكرناها قبيله، لوكاليبتوس وليتوميوس. يعني لوكاليبتوس خاصه غلوبولوس اللي فيه واحد الكميه نسبه كبيره ديال لوكاليبتول، وليتوميوس فولغاريس اتيمول اللي اولا لوجينول من الاحسن. لانه هنايا باش يعاونوا في الجهاز التنفسي ديالو. والله يحفظ لك كانوا بعض التعفنات، ولكن هذا ماشي استعمال مزمن ولكن استعمال اللي كيكون في بعض المواقع. ذكرت مساله اخرى اللي هي الكليماسيك، فانا كنصحها انها تقتني واحد لي زاباري اللي هما ديزيموديفيكاتور، معناها اللي كيعدلوا لنا على الاقل في البيت ديالنا كتكون واحد النسبه ديال الرطوبه اللي حنا كنقدروا نتحكموا فيها. كيرطبوا كيلطفوا الجو نوعا ما. نعم غادي نجاوبوا صفيه بسرعه. دكتور عبد الخالق الرمضاني من مدينه الدار البيضاء، هي عندها مشكل ديال تساقط الشعر، فدائما كنقول صفيه كيشير دكتور عبد الخالق الرمضاني اول حاجه نقلبوا على السبب. شنو السبب اللي كيخلي انه الشعر ديالك يطيح؟ واش هو نقص في بعض المواد؟ التغذيه ديالك ما متوازناش؟ عندك مشكل في نقص الحديد؟ يعني هذه كلها امور لازم تاكديها يعني ولا تاكدي منها يعني قبل. وزيت ازير كينصح به دائما الدكتور عبد الخالق الرمضاني. من بين الزيوت الاساسيه اللي كنستعملوها ازير، ونسينا واحد المساله اللي هي مهمه بزاف اللي هي الحاله النفسيه. لان دائما زعما كاين لا بريزون شارج بسيكولوجيك ديال لا بيرسون، لو كوتشين بسيكولوجيك، يعني هذا دائما خاصو يكون مستحضر معنا. وبيان سور هنا كاين ناس مختصين ديال هذا الميدان بطبيعه الحال. وصفيه كتسول واش الزيوت الاساسيه نقدروا نصيبوها في الدار؟ بطبيعه الحال، ولكن ما نتسناوش على انه قد يكون عندنا لتروات ولا شي حاجه بحال هكا. نقدروا نستعملوا واحد القطرات اللي هي نقدروا ندخلوا. بطبيعه الحال هذه مساله ما عمرنا ما شرنا لها ان شاء الله في احدى الحلقات. كاين ديزاباراي اللي كيكونوا صغار باش كتصوب بهم واحد الكميه صغيره قليله ديال الزيت الاساسي. وهذه بالنسبه للسيدات اللي عندهم الخاطر وعندهم الوقت انهم يقتنوا واحد الكميه قليله ولا يقطفوها بوحدهم ديال بعض الاعشاب اللي هي دي بلونت اروماتيك بحال الخزامه ولا الزنعنع ولا الزعتر. لا غير هكذا دكتور عبد الخالق، المستمعين ما غيرضاوش علينا، هما باغيين الطريقه بالضبط وشو المقادير شحال غادي يحتاجوا لذلك. غنخصوا لها ان شاء الله شي حلقه ان شاء الله. كيف ممكن في الدار ديالنا نصايبوا لنحضروا زيت اساسي بكميه كيف ما قلتي اللي هي قليله، يعني فقط وحنا كنعرفوا انه الزيوت الاساسيه عاد كنحتاجوا منه فقط قطرات، فكيفاش ممكن نصايبوا في الدار؟ هذا ما غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله معاك في احدى الحلقات من برنامج الصحه والسلامه. شكرا لك مره اخرى ويوم سعيد. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد غادي يجمعني مع كل الاوفياء الاسبوع المقبل.
قبل. دائما على الإذاعة القريبة منكم ماد غاديو. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد اللي كانت معكم وراء الميكروفون، وفاء فائز اللي رافقتني في الإخراج، وسميحة اللي كانت في استقبال مكالمتكم. يوم جمعة مبارك، كنتمنوه يا رب للجميع. إلى اللقاء.